بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام مرة أخرى نجيب مع بعض ال Validated Data إن أي حاجة خلاص حصل لها Validate تتسجل في مصفوفة لوحديها وأجيب القيم بتاعتها سواء كان Key أو Value فهاجي هنا هقول الـ Validated وهتكون عبارة عن Array طيب هنا بقى في الفور For Each الموجودة دي عندي انا هاجي هنا هقول else في النهاية خالص وهبدأ اضيف فيها الvalidated validated values بحيث ان انا هيبدأ تشيك اول حاجة تاني حاجة بعد كده هيتشيك على ال -array مثلا او اي حاجة تانية integer او string او كذا او كذا مفيش فيش لا ده ولا ده يبدأ يبعت للقيمة على الvalidated validated بمعنى تعالى نشوف انا هاجي هنا هروح على السيلف validated بس هجيبها as a variable وهضيف عليها الكي والفاليو ادي عندي الجزئية بتاعة الكي فالكي عندي هنا هيكون اللي هو اسم الريكوست فطبعا هاجي هنا اقول الرول كي وهبدا اضيف له الفاليو بتاعته طب الفاليو جايه منين جايه من الريكوست فبالتالي الريكوست عندي اهو ادي الفاليو بتاعته هروح اقول له فاليو بالشكل ده طيب خليني اعمل لها هي كمان دمب هاجي هنا اقول الvalidated وخلينا اوقف الفار دمب دي طبعا هنا مش هيظهر اي حاجة لما اعمل refresh لكن لو جيت هنا طبعا عندي النيم هاجي اقول النيم وهبدأ اضيف فيها ادي النيم هتيجي عندي احمد طيب الانفو اند الانفو وهقول ان هي الراي وهحط لها قيمة وليكن مثلا احنا عايزينها سترينج او عفوا انتجر هتنزل عندي الانفا اهي وادي الاري بتاعتها كل ما اجي هزود عليها هقول اند ادي الانفو وهحط كمان 1 وهقول اي رقم تاني هيبدا ياخدها عندي بالشكل ده فبالتالي انا كده عندي الفاليديتد اموري تمام فيها فكده كده حضرت الفاليديتد فاليوز بكل بساطه ف لو جينا هنا هنشغل التو فار دمب عشان نشوف هنلاقي ان هنا الاري اصبحت فاضيه يبقى نبدا تاني نمسح الانفو مثلا هنلاقي ان الانفو لسه موجوده هنا بس النيم دخلت هبدا اضيف الانفو مره تانيه ادي آل الانفو واحطها على طول هتروح من الايرورز وتروح للفاليديتد وبكده يكون جهزنا الفاليديتد values و الايرورز بشكل ممتاز طيب في جزئيه عندي زي ان انا لو رحت على الفاليديشن القديمه هلاقي لسه عندي الايمج هلاقي لسه عندي الالم هلاقي لسه عندي حاجات كتيره زي الايميل مثلا وهكذا دي كلها فاليديشنز سهله ممكن على طول نعملها في كام فيديو عشان بس نوقف لحد هنا لان احنا محتاجين شويه يعني نفهم الميكانيزم اللي هتمشي عليها الفاليديشن فكنا بنعمل ده على اساس ان احنا نجهز ولو جزء صغير من الفاليديشن ومع الوقت هنبدا نضيف اكتر واكتر عند اليونيك برضه فنقف وفي اول درس قادم نجيب جزئيه الان ونشتغل معاها وبرضه نعمل لها اكسبلود عشان ناخد الفاليوز ونبدا نشيك عليها زي كده نقف على كده ونكمل درس جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته